هذه الغارة التي استهدفت قلب العاصمة بيروت منطقة البلاط، وهو الاستهداف الذي أصاب شقة سكنية في محيط حسينية الدهراء، أدى بحسب حصيلة محدثة منذ بعض الوقت إلى مقتل 5 أشخاص وانتشال أشلاء ورفع أشلاء من المكان المستهدف، بالإضافة إلى 31 جريحا. أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في ذلك المكان، لأن المنطقة المستهدفة هي منطقة كما ذكرتم هي منطقة مكتظة بالسكان، هي أصلا يوجد فيها عدد كبير من السكان، وهي بطبيعة الحال يوجد فيها من الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل. ضاعف عدد سكانها بعد بدء عمليات النزوح من البقاع من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية. هي في قلب العاصمة بيروت وتبعد أمتار قليلة عن السراي الحكومية. هذا الاستهداف لمنطقة زقاق البلاط أتى بعد قرابة 24 ساعة على استهداف آخر لمدينة بيروت أو لقلب العاصمة بيروت. الأول كان لمنطقة رأس النبع الذي قتل فيه أو اغتيل فيه مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، ثم بعد قرابة الساعتين كان هناك استهداف لمنطقة مارلياس أيضا ونتج عنه 3 قتلى. في حصيلة غير نهائية لعدد القتلى في عمق العاصمة بيروت خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث عن 15 قتيلا حتى الآن و69 جريحا، وبطبيعة الحال هذا الرقم مرشح للارتفاع، لأن عملية رفع الأنقاض من المكان المستهدف في منطقة زقاق البلاط لا يزال مستمرا. هذا الاستهداف لعمق العاصمة بيروت خرق الهدوء الذي يخيم على الضاحية الجنوبية منذ يوم أمس، حيث غابت الغارات عن الضاحية بعد أسبوع عنيف شهد عدة غارات وعشرات الإنذارات التي كانت تصدر عن الجيش الإسرائيلي في توقيتات في مختلفة من النهار، حتى أن الطيران المسير يغيب عن سماء بيروت وعن الضاحية الجنوبية. طبعا بالنسبة للأجواء السياسية، بيروت تترقب يوم غد زيارة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، وهذا الموضوع حسمه رئيس مجلس النواب في تصريح صحفي بعد أن تضاربت المعلومات إن كان سيأتي أو لم يأتي. رد لبنان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بحسب معلوماتنا كان جاهزا منذ ساعات الظهر، وعلى أن يتسلمه المبعوث الأمريكي يوم غد من الرئيس مجلس النواب. وبطبيعة الحال فأن لبنان متمسك بحسب المعلومات بالثوابت اللبنانية التي تحفظ السيادة. هو رئيس مجلس الوزراء أيضا كان له تصريح أيضا شدد فيه أو كرر فيه موقف لبنان المتمسك بالقرار 1701 بشكل كامل دون زيادة أو نقصان، وبإرسال الجيش إلى الجنوب اللبناني ليقوم بمهم وبأن يقوم بمهمة تثبيت الاستقرار هناك، وبأن يكون فقط السلاح الشرعي هو الموجود في منطقة جنوب الليطاني. طبعا هناك تعاطي إيجابي مع الورقة الأمريكية بوقف إطلاق النار، وهناك تعاطي مع كل نقطة على حدة بحسب الأجواء وبحسب الرد اللبناني، بأن هناك بعض الملاحظات ربما سيتم يوم غد إبلاغها إلى المبعوث الأمريكي بعد أن يلتقي رئيس مجلس النواب.